أحمد، بالله نبي كلمة منك يا الغالي. بما أنك مغسل موتى، نبيك تعظ الناس الغفلين عن الموت. بس كلمة دقيقتين، الله يسعدك. الله يعافينا ويرحمنا ورحمته. أولا تباغتني بها، لكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أقول صريحة، كل إنسان غفل عن الموت، والله والله بالله وتالله، من دخل المقبرة اليوم زائرا سيدخلها يوما ولن يخرج منها، ومن حمل اليوم نعشا سيحمل هو على الأعناق. شوف يا غالي، كل اللي يديك باب ويستأذن عليك يوم يديك ضغط وأنت ما تشعر. والله ما راح يستأذن عليك، أي إنسان يستأذن عليك إلا ملك الموت، ما مستأذن عليك. وما هي مصيبة ولا هي مشكلة ولا هي كارثة إنك تموت. الموت سبقنا فيه، هؤلاء اللي من أمامنا سبقونا إلى الموت، سبقنا فيه الآباء والأجداد، سبقنا فيه الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم خير الورى محمد المصطفى بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لا هي مصيبة، الموت ما هو مشكلة، لكن أنت على إيش بتموت؟ هذه المشكلة، هذه القضية اللي تحتاج فعلا إنك تضحي من أجلها بالنفس والنفيس والغالي والرخيص. كل يوم عندنا جنايز تدفنها، كل يوم على هالحال. الموت كل يوم يتخطى فلان ويتخطى علان ويتخطاك ويروح لفلان وعلان، يوم من الأيام راح يتخطاهم ويجيك أنت. على إيش بتموت؟ على ايش بتموت؟ على اغاني، على ملهيات، على اتصالات، على محرمات، على ايش بتموت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات على شيء بعث عليه. فالانسان يجتهد فعلا، لان في النهايه فريق في الجنه وفريق في السعير، ما في طريق ثالث، ما في حل وسط. هي جنه غاليه يجب ان تضحي من اجلها من الان. ابدا بالتضحيه لدين الله سبحانه وتعالى ولجنه عرضها الارض والسماوات. كل طريق الان مراقب برادارات، كل طريق الان لازم تهدي فيه وتحترم نفسك وانت ماشي فيه الا الطريق الى الله سبحانه وتعالى. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، اسرع الى مغفرة من ربكم. كل اللي حولي هذول كان لهم امنيات، كل اللي حولي هذول كان لهم شهوات، لكنهم ماتوا ودفنت معهم احلامهم وشهواتهم. كم فيهم من غني، كم فيهم من فقير، كم فيهم من ذكر، كم فيهم من انثى، كم فيهم من يعذب، كم فيهم من ينعم، كم وكم وكم اشياء كثيره لازم الواحد يحطها في الحسبان ويحطها في حساباته. لكن الله يرحمنا برحمته يا رب. الله يجزاك خير، وانا والله ما يكفوني اطلع على الكلمه، لكن الله يجزاك خير. الله يجزاك خير.